احب اهني كل امراه حول العالم وابدي فيها من دوله الكويت، كل امراه كويتيه احب اهنيها في يومها، يومها العالمي. احب يعني اهني المراه الخليجيه العربيه حول العالم واقول لهم ان الكويت عاصمه المراه 2015، راح نسعى الى تمكين المراه، راح نسعى من ارض الكويت الحبيبه ان نقدر ان نمكن المراه وناخذ حقوقها، حقوقها كامله في جميع المجالات. وباذن الله توصيات اللي راح نطلع فيها من القمه اللي راح نفتتحها باكر تحت رعايه صاحب السمو امير البلاد قائد الانسانيه على ارض الكويت، ارض العمل الانساني. اذا احب ارحب فيكم وجودكم غدا، واشكر قناه الدروازه تواصلها دائما معنا الرائع الاعلامي، مشكورين وما قصرتوا، حياكم الله.